الحصة الثاني، أنا المقرر الخاص للإعاقة بالأمم المتحدة سابقا، والآن أنا عضو منتدب في مؤسسات أو شركة إيكوميديا الإعلامية. أيضا أنا متواجدة هنا لاهتماماتي على المستوى يمكن الشخصي والمستوى العام كأي إنسان وكأي مواطن عربي، خاصة هذا الموضوع اللي هو السينما وحقوق الإنسان. أنا من محبين السينما والدراما والأفلام التسجيلية بشكل عام، ولكن التوقيت بالنسبة لهذا الموضوع في هذه المرة أو في هذه الفترة كان مهم جدا، وبصراحة استمعنا لأشياء كثيرة كانت تشكل أسئلة دون أجوبة، وأعتقد نحن مقبلين على فترة ثرية من الإنتاج.